وفي أقصى ريف حما الشمالي، قوتنا الباسلة تعيد الأمن والأمان إلى ناحية عقيربات وقريتي سوحة وطويبة العياش، وذلك بعد القضاء على الإرهابيين التكفيريين المرتزقة. قبل أيام كان المرور على هذا الطريق في ريف السلامية بمحافظة حما مستحيلا للمدنيين بسبب تواجد قطعان المرتزقة من عصابات الإجرام المجيري لتدمير سوريا، إلى أن جاء القرار السوري بتطهير كامل المنطقة من رجسهم، فكان الحسم سريعا جدا ومسحت المنطقة لتعود أرض أمان ودار سلام لأهلها بهمة رجال نذروا أرواحهم لصون وطنهم. لاحقنا الإرهابيين في المناطق الشرقية من ريف حماة، وسوف نلاحقها في كل شبر من هذا الوطن الغالي. الصورة تتكرر خلف عصابات الموت العابر للحدود، عدا عن ممارسات الإجرام بحق الرافضين لفكرهم من ذبح وتعذيب وغيرها من صور تعبر عن فكر متطرف باسم القاعدة والنصرة والخلافة وغيرها من مسميات لم تلقى لها مكانا في المجتمع السوري. الحمد لله صار في أمن وصرنا نقدر نطلع ونفوت على بيوتنا ونفوت على مزارعنا وعلى رزقنا، الحمد لله والله يعطيكم العافية. كنا عايشين الله وكيلك بخوف ورعب، والأطفال حتى الله وكيلك تضل مرعوب، يضل أكل هم يعني إنه، والحمد لله بهمة الجيش، جيش السوري يعني حمانا ورجعنا لبيوتنا، والله يخليه ويقويه. رجعت الأهالي كلها بخير وسلامة، وهي ولاد وأطفالها واستلموا بيوتهم. الفرن على أساس بكرة يخبز وأمور تمام. هلا الجيش عم يوزع مي للأهالي. مقطوع الكهرباء على أساس بكرة تجي الكهرباء يجيبوا رافع يصلحوها. تركنا بيوتنا من العصابات الإرهابية، تركناها من خوفنا، هربنا نحن وولادنا ورجعنا الحمد لله. الحزب بهمتكم، بهمة الجيش بإذن الله. الحمد لله أمان وطمان، رجعنا على بيوتنا وفضل الله وفضلكم، والله يقويكم ويحميكم رب العالمين. طبعا نحن الآن في قرية السوحة التابعة لناحية العقيربات في ريف حماة الشرقي. هذا المنزل كان لأحد المواطنين الرافضين لفكر المجموعات والعصابات الإرهابية. أول من قاموا بقتله هو صاحب هذا المنزل، ثم استخدموا بيته كمقر لهم ومحكمة شرعية لتعذيب أي شخص يعارضهم. هذه مدرسة عقيربات للتعليم الأساسي في كل أنحاء سوريا، في كل المناطق التي دخلتها تلك العصابات لم تسلم مدرسة واحدة. هذه قرية طوبيت العياش، واحدة من قرى ريف حماة التي تعرضت لإرهاب المجموعات المرتزقة القادمة من الخارج، وهجر أهلها كغيرهم من أهالي القرى. سندخلها الآن ونستطلع ما فيها وما جرى لأهلها. هذا خزان مياه الشرب الذي يزود المواطنين في هذه القرية بالمياه، وبفعل المجموعات الإرهابية المسلحة قاموا بهدمه لتبقى القرية بدون ماء. الله يحميكم، ربي يحميكم ويحمي الأسد. أبويا وولدي هو وأنت وولادي يا ابني، ضقنا أيام يا بي، الله يحميكم يا بي، الله أنت وطننا، ربي يخليكم يا الله. الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله ينصركم على أعداء الوطن. بوقوفنا هنا في أقصى الريف الشرقي لمحافظة حماة، يمكننا القول أن معظم مناطق حماة قرى ومدن وبلدات باتت طاهرة من الإرهاب. رئيف أحمد من ريف حماة الشرقي، التلفزيون العربي السوري.